عنوان المحاضرة لهذا الأسبوع هو الدنتشر بيست، هو جزء آخر من أجزاء الريموفابل بارشال دنتشر. كتعريف الدنتشر بيست: Is that part of denture that rests on the foundation tissue and to which the teeth are attached. يعني هو جزء من الـ Removable Partial Denture اللي راح يكون ملاصق للـ Underlying Tissue, Soft Tissue, Ridge والميكوزا، ومن الأسفل من فوق يكون بينه التيث اللي هي يعني Prosthetic Teeth، التيث يعني الـ Artificial Teeth to be attached. الفانكشن مالته الوظيفة support of retention of the denture. Number two, receive the functional forces from the occlusion and transfer to the supporting structure or tissue. Number three, improve the aesthetic. Number four, stimulation of the underlying tissue of residual ridge. راح يعمل لنا مثل المساج لل blood vessels اللي موجودة بالميكوزا. وتعمل لنا ستيميوليشن. الدنتشر بيس يكون يقسم نوعين حسب الشكل، خلينا نقول، او حسب النوع، الى التوث سبورتد ريموفابل بارشل دنتشر يعني بالكلاس 3 والكلاس 4، ونمبر 2 اللي هو التوث تيشو سبورت دنتشر بيس اللي هي بالكلاس 2 والكلاس 1 اللي هي الديستال اكستنشن، ويصنف حسب الماتيريال اللي تستخدم الى الاكريليك والميتال. الأكريليك يكون most commonly used، يكون يعني دائما يعني يستخدم بالديستال اكستنشن بيست حتى يسمح لنا للريلايننج، لأنه بالكلاس 1 وكلاس 2 يكون عملية البون ريزوربشن أكثر من الكلاس 2 أكثر من الكلاس 3 وكلاس 4. فالماتيريال اللي تستخدم يجب أن تكون قابلة للريلايننج بين فترة وأخرى. الأكريليك ريزن أيضا من صفاته أنه يجب أن يكون البط جوينت أندر كت وذ ميجر أند ماينر كونكتر. هذا المصطلح البط جوينت مر عليكم بمحاضرة الماينر كونكتر، قلنا الماينر كونكتر اللي هي الجريد وورك اللي موجودة على بالريدج، ارتباطه موقع ارتباطه مع الماينر مع الميجر كونكتر يكون على شكل بط جوينت حتى يصير اتاتشمنت للاكريليك. واذا كان فيذر ايدج يعني ما بط جوينت يعني مثل حافه السكينه راح يصير بيها ديستورشن وسبريشن وانجري للاندرلاين تشو. هذا الشكل الدنتشر بيس الاكريليك هذا النوع الاحمر. قلنا هذا موقع ارتباط الماينر مع الميجر، هذا الخط الفاصل تشوفونه، هذا يكون لازم يكون بط جوينت حتى يجي الاكريليك يعشق وينغمر بينه ويصير بيها ميكانيكال ريتينشن مضبوط. اذا كان اتصال الماينر مع الميجر قلنا مثل حافه السكينه راح يصير سيبريشن للاكريليك، ومن يصير سيبريشن راح يؤدي يعني للاندرلاينج تيشو مثل يجرحها يعني خلينا نقول يجرح الاندرلاين تشو، وايضا هو يصير بها ديستورشن يعني تتشوه ينفصل الاكريليك عن الميتال. الادفانتجز مال الاكريليك هو ability to the relining و aesthetically acceptable ويكون easy to repair. ليش يعني aesthetically acceptable؟ البيشنت يعني ليش احنا مثلا نستخدم اللون الاحمر؟ لانه اللون الاحمر يحاكي لون الجنجفا واللب، يعني ليش ما نخلينه اخضر او ازرق او اصفر؟ لانه يكون غير مقبول للمريض، لكن اللون الاحمر يكون اللون الوحيد اللي هو acceptable to the patient. الديسادفانتج مالته dimensional stability اقل من الميتال، واللور يعني سترينث يكون طبعا القوه مالته اقل، لانه هذا الاكريليك مثل البوليمر مثل البلاستيك ما مثل المعدن. والبوروسيتي الاكريليك يكون بينه بوروس كثير، لانه عندنا الاكريليك هو عباره عن مزيج من البوليمر يعني مونومر وبوليمر. المونومر يعني المتبقي او ريسيجوال مونومر يسمونه بمرور الزمن راح يتبخر، من يتبخر يترك اثر
ثقوب صغيرة جدا بالأكريليك. هذه الثقوب الصغيرة تكون عرضة لتجمع البكتيريا والفطريات، فيكون يعني الهايجين مالته الصحة مع الأكريليك يكون أقل من الميتال. الميتال هاي الثقوب تكاد تكون معدومة وأصلا ما موجودة. نمبر 4 لو ثيرمال كوندكتيفيتي، مقارنة بالميتال الأكريليك هو بلاستيك يعزل الحرارة. لنفرض أنه المريض لابس الطخم دنتشر أكريليك وشرب يعني مثلا شاي أو يعني ماي حار أو يعني أكل حار، ما راح يعني ينتقل الحرارة إلى الأندرلاين تشو، ما يشعر بها المريض، يبلعها. من يبلعها بالفارينكس يعني بالبلعوم بالمعدة راح يعني انجري، راح يصير يحترق لأنه ما تنبه. بس بالميتال راح يعني يصير يعني العزل، ماكو عزل للحرارة، يتنبه المريض من البداية من الأورال كافيتي أنه اللقمة أو الشرب الماء حار، فيكون يعني يكون يصير عنده تنبيه ما حتى لا يبلع يعني الحرارة ويؤذي نفسه. هذا بالنسبة للأدفانتج وديس أدفانتج مال الأكريليك. نيجي هسه نحكي شوي على التوث سبورت اللي هي من كلاس 3 وكلاس 4. الدنتشر بيس يجب ان يكون يعني يحقق وظائف اللي هي انه استاتيك وسبورت وريتنشن للدنتشر، ويمنع بريفنت الهوريزونتال والفيرتيكال مايجريشن من الريمينينج ناتشرال تيث، واليمينيت الانديزايربل فوت ترابس واستيميليت الاندرلاين تشو. بالنسبه للكلاس 3 والكلاس 4، النقطة اللي نركز عليها أكثر طبعاً، يعني طبعاً باقي النقاط مهمة، لكن النقطة الأكثر هي الأستاتيك. يعني مريض بهكذا حالة مثلاً عنده كلاس 4 يدور أستاتيك أكثر، يعني يكون الدنتشر بيس يكون مالتنا ما يظهر بينه معدن ولا يظهر بينه لون يعني يكون غير مقبول للمريض، فيكون الأكريليك أحسن. بالنسبة للديستال اكستنشن، النقطة اللي نركز عليها يعني طبعا هو أيضا يجب أن يحقق الأستاتيك ويحقق الروتيشن، بس النقطة اللي نركز عليها هي السبورت. ليش؟ لأنه هو الديستال اكستنشن من اسمه توث تيشو سبورت، يعني يعتمد على التشو بالسبورت مالته اضافه الى التوث. لكن بالكلاس 3 وكلاس 4 الاعتماد الكلي للسبورت هو على التوث. فالموست امبورتنت هو كونتريبيوت ذا سبورت اوف ذا دنتشر از مينيمايزنج الفانكشنال موفمنت اند امبروفنج البروستاتيك ستيميليشن. ايضا هو يجب ان يكون يحقق من الاستاتيك والستيميليشن اوف اندرلاينج تشو، يعني نفس فوائد و وظائف الدنتشر بيس، eliminate the undesirable food drop. بالنسبة للماتيريال اللي نستخدمها بالدنتشر بيس، هنالك صفات ايديال يجب ان تتوفر بها، ولو يعني ولو اذا حتى لو مثلا نقص جزء منه ما مشكلة، لكن الايديال properties او requirements انه الاكيورسي for adaptation يجب يكون يعني adapted adaptation مالته مضبوط الدنتشر بيس، ويكون density مالته يعني يعني كثافة مالته كبيرة جدا عالية. نحاول نقلل البوروسيتي، يعني ايش قد يكون الماتيريال دنس البوروسيتي اقل، ايش قد density مالته كثافة قليلة يعني مجوف وفارغ من الداخل، يدخل بها البكتيريا وتدخل بها الفود وتدخل بها الفطريات وتعمل لنا انجري للاندرلاين تيشو. الثيرمال كوندكتيفيتي قلنا انه يكون ايضا مهم، وهاي الفروقات موجوده بين الاكريليك والميتال. لو سبيسيفيك جرافيتي يعني ايش قد يكون الدنتشر بيس خفيف يكون افضل. سفيشنت سترينث يجب يكون قوي. ايزلي كلين استاتيك اكسبتبل بوتنشال فور فيوتشر ليرنينج ولو انيشال كوست. هاي طبعا المريض يدور عليها بالعقل، يعني انه مبين انه الدنتشر بيس الاكريليك هو يكون ارخص من الميتال دنتشر بيس.
نجي شوية هسه نحكي على الميتال بيس. الميتال بيس يعني كان بي يوز وريفر اكريليك ريزن بيس ار يوز. However, the aesthetic result can be compromised unless the metal can be veneered with sufficient thickness of acrylic. يعني في بعض الحالات اللي مثلا ننجبر نستخدم الميتال عن الاكريليك نقدر انه نعمل له فينير، يعني نلبسه او نعمل له فقد فيسنج من الاكريليك فقط حتى نحل مشكله الاستاتيك. وير سنجل توث ريبليسمنت، هذه النقطه السنجل توث ريبليسمنت مرت علينا ايضا بمحاضره الماينر كونكتر. اذا كان عندنا توث واحد فقط للريبليسمنت ما نقدر نستخدم الجريد وورك حتى نخلي الاكريليك ونخلي فوق الاكريليك يعني الدنتشر بيس ونخلي فوق الدنتشر بيس التوث. السنجل توث ما نقدر نستخدم هاي العمليه لانه هي المسافه قليله. نقدر يعني نشوفه بهاي الصوره، يعني هذا الشرح بهذا الصوره، هذا منظر جانبي وهذا منظر فوقي من فوق. المنظر الجانبي يعني نستخدم الميتال دنتشر بيس وما يحتاج ان نعمل له اكريليك، نستخدم بولز هذه بيدد ميتال فور سنجل توث ريبليسمنت. وبعد ما نخلي هاي بالكاستنج طبعا بالصب نخلي هاي البولز ونخلي فوقها مباشره الاكريليك توث اللي هو الارتفيشال تيث، ويكون الميكانيكال يعني الريتنشن والاتاتشمنت ميكانيكالي وليس كيميكالي. هاي الصورة توضح هذا الكلام. الميتال بيس ادفانتجز مالته هو اكيورسي طبعا، انه راح يصير بينه كاستنج صاب ويدخل سنترفيوج وفرن ودرجة حرارة عالية وصاب، فيكون الاكيورسي مالته طبعا اعلى من الاكريليك دنشر. This fact is that additional posterior palatal seal may be eliminated entirely when the cast pellet is used as compared with the need to for definite post dam when the pellet is made of acrylic resin. يعني احنا الاكيورسي ما قلنا هو يدخل على سنترفيوج ويدخل افران وكاستنج وصاب، فبالاكريليك نحتاج الى البوست دام. يمكن اختمها هذا المصطلح بصف ثاني، اذا كان عندنا فول كفرج دنشر يعني تقريبا ميجر كونكتر او دنشر بيس بالميتال، هاي عمليه البوست دام تقريبا نلغيها لانه عمليه الصنع مالته الفابريكيشن هي اللي تعمل لنا الباليتال سيل بوستيرير باليتال سيل، فما نستخدم ما نحتاج نعمل يعني كاربينج للبوست دام. فهذا يعني هو هاي النقاط يعني كلها تتمحور هذا الكلام انه الاكيورسي مال ميتال بيس يكون احسن من الاكريليك. نمبر 2 كومباراتيف تيشو ريسبونس، هاي نقطة أيضا ذكرناها قبل شوية بالنسبة للبوروسيتي. الأكريليك لازم إيش قد ما إحنا نحاول نقلل البوروسيتي بس لازم يصير بينه بورس. لو إيش قد من البروسيتي مالتنا مضبوط والنسب مالنا مضبوطة والخلط والكبس والفرن والكيورينج مضبوط، لا بس لا يعني هاي تقلل عملية البوروسيتي لحد معين، لكن البوروسيتي ما نقدر يعني ننهيها تماما. بالنسبه للميتال تقريبا البورس ما اكو يعني الدنسيتي مالته كلش كثيف، فلهذا يكون هايجينيك. فالكلينيكال اوبزرفيشن يعني البحوث demonstrated that the inherent cleanness of the cast metal base contributes to the health of oral tissue when compared with the acrylic. يعني هاي النقطه هي تشرح هذا انه هو يعني يكون الميتال دنتشر بيس يعني يكون سيلف كليننج يعني بسرعه يتنظف هو ينظف نفسه بنفسه. هاي هون جريتر دنسيتي لانه الدنسيتي مالته كلش عاليه والبكتيريوستاتيك اكتيفيتي مالته يكون اقل.
For this reason, the metal base is naturally cleaner than acrylic resin. هذا ملخص الكلام إنه metal denture base يكون صحي أكثر. Thermal conductivity من واضح هذا النقطة إنه هو الميتال يكون thermal conductivity مالته عالية. ميتال معدن يوصل حرارة وبرودة ما مثل الأكريليك فيكون أيضا يفضل يعني الميتال عن الأكريليك بهاي النقطة. شرحناها إنه حتى لا تأذي لا يبلع المريض الأشياء الحارة. الويت والبلك الوزن مع الميتال يكون دائما أخف من الأكريليك. طبعا أكو أنواع اللي هي الجولد يكون أخف أكثر لكن بالنسبة يعني سعره كلش غالي يعني يكون استخدامه كلش قليل، لكن هي الجولد من ناحية هاي النقطة يعني الوزن الخفيف يكون أفضل. بالمانديبل أرتش إنه الويت يكون assist with regard to retention and for this reason cast gold may be preferable. Extreme loss of ridge bone may make necessary to add fullness of denture base to restore the normal facial contour and to fill the buccal vestibule to prevent the food from being trapped. In such situation acrylic resin may be preferable to the thinner metal base. يعني هو كله النقاط تمحور يعني كمقارنة ما بين الأكريليك والميتال. يعني إحنا في حالات إذا نحتاج نعرف هذا المريض راح يصير بينه بون ريزوبشن ونحتاج الريلاينينج لا نستخدم الأكريليك أفضل، لكن إذا شخص هيلثي ما نعرف إنه راح يصير بينه يعني بالمستقبل ريلاينينج يعني على عدة مرات عادي نستخدم الميتال. لكن اغلب الحالات خاصه بالديستال اكستنشن عمليه الريلايننج مطلوبه. بالمجزلة ماي الاكريليك ريزن ماي بي بريفيربل حتى يسد لنا الفراغات بالبكل والليبيال فيستيبول. انتم تعرفون من راح يفقد اسنانه يصير بينه بون ريزوبشن ايضا، من يصير بينه بون ريزوبشن التشيك واللب راح يصير بها تجاعيد، راح يصير بها ديبرشن، يعني المريض انتم شايفين الشياب والعجايز التشيك واللب مالتهم يصير بها ديبرشن بسبب البون ريزوبشن، فنحتاج بالمجزله خاصه انه الفولنس يعني بلك فولنس لازم للبكل واللب فيستبيول نترسها بالاكريليك حتى نرجع ونعمل سبورت للتوث عفوا لللب والتشيك حتى نرجع الاستيتيك مال المريض. فبالأبر يعني دائما نفضل الاكريليك. In areas of the tongue and cheek and need maximum room the thinness of metal base is desirable. حالات يعني التنج سبيس واكو مرات بالتشيك يعني مثلا posteriorly ما يعني نحتاج الى الاكريليك، ميتال كلش كافي، يعني نحتاج بالعكس يعني ثن يعني في مناطق التنج سبيس ما نحتاج الى يعني البلك نفس من الماتيريال الثخين يعني اكريليك. اذا نقدر نستخدم الميتال يكون افضل طبعا لانه يعني حتى لا يصير بينه اوبجكشنبل بالبيشنت بالماوث يعني بالتنج، وبالتالي عمليه الكلام مالته سبيتش ما تتاثر. الميثود مال اتاتشينج مال دنتشر بيس الاكريليك ار اتاتش تو ذا بارشل دنتشر فريم باي مينز اوف ماينر كونكتر ديزاين. نفس طبعا هذا الكلام يعني قلناه عده مرات، يعني هو عمليه الاتاتشمنت مال الاكريليك الدنتشر بيس مرتبطه بعمليه انه ارتباط الماينر كونكتر بالميجر كونكتر. يعني ملخص الكلام يجب ان يكون نفس نرجع نعيده هو بط جوينت حتى تبدي يعني انه من يجي نعمل الاكريليك فوقاته ينغمر الاكريليك ما بين الماينر والميجر ويصير يعني بيها ميكانيكال ريتنشن. لهذا نستخدم نعمل ريليف ونعمل ثقوب، هاي ذكرناها بالماينر كونكتر. هاي الثقوب يعني هاي الجريد وورك الثقوب هذه تفيدنا انه الاكريليك ينترس بها ويعشق يعني وراح يصير يتغلغل ما بين الثقوب
ويعني مثل شلون خلينا نقول بالعاميه يتشلب، يعني الاكريليك بطن هاي الثقوب. تتذكرون أهم الريليف، انه نستخدم ريليف للماينر كونكتر، يعني يكون الماينر كونكتر مع التشو يكون مفصول سيبريتد، يعني ما يعني اتاجت يعني 100%، يجب ان يكون اكو سبيس بيناتهم نعمل له ريليف. قلناها من ذاك المره انه على مود هذا السبيس يجي يعني يترسوا الاكريليك، فهي عمليه الاتاتشمنت يعني قصده بها. الثيكنس الريليف المطلوب هو 20 جيج ثيكنس، يعني نجيب شمع الثقل مالته 20 يعني مشع انج يعني شاع ملي مشع شلون يعني فرط قياس اكو مع الشمع over the basal seat area of the master cast is used. هاي قلنا بعد الكاستنج the portion مال retentive framework to which the acrylic will be attached will be stand away from the tissue surface sufficiently to permit the flow of acrylic. هذا يعني الشرح مال هذا الكلام. الديزاين مالته مال ماينر كونكتر يكون بكلي ولنجولي يعني شوي اكستندد، يعني يكون الماينر كونكتر ما فقط يمتد على الاكريليك على الكريست اوف ذا ريدج، يجب شويه يعني يمتد بكلي وشويه يمتد لنجولي، يعني ينطي مساحه شويه لنجولي وبكلي حتى ينطينا ريجيديتي وسترينث انف وين اتز امبيدد ان ذا اكريليك. ايضا يكون فري اوف انترفيرنس وذ ذا فيوتشر ادجستمنت and should not interfere with the arrangement of artificial teeth and should be open enough يعني هاي الثقوب to avoid weakness of any portion of acrylic. هاي الصورة هي بالماينر كونكتر، قلنا يجب ان يكون الاكستنشن مالته شوية بكالي شوية لنجولي، يعني ما فقط على كريست اوف ذا ريدج حتى ينطينا قوة يعني للدنتشر بيس، يعني مثل شلون شبكة تدعم الدنتشر بيس الاكريليك، والثقوب يكون مناسبه وفتحات كلش مريحه حتى ينغمر الاكريليك بصوره مضبوطه. بالنسبه للفلانج اكستنشن دنتشر بيس فور ذا توث تيشو يعني كلاس 1 وكلاس 2 الفلانج اكستندد تو بروفايد جريستس افيلابل سيرفيس فور سبورت اند ريتينشن ويزاوت اوفر اكستنشن. هاي كله طبعا الكلام هذا يعني واحد يعني يعيد نفسه انه الفلانج مالتنا يجب ان تكون تغطي مساحه واسعه حتى تنطيني سبورت، لكن لا يصير انه تغطي مساحه كلش كبيره او بحيث انه تعمل امبينجمنت للتشيو. هاي بالنسبه للكلاس 2 والكلاس 3، عفوا كلاس 2 كلاس 1 والديستال اكستنشن. بالنسبه للكلاس 3 وكلاس 4 اللي هي التوث تشيو ما يعني not need necessary to extend يعني maximally، ما يحتاج انه الاكريليك شويه يعني نزيد المساحه مالته، لانه اعتمادنا للسبورت يكون completely على التوث ما له علاقه بالتشيو. بالمكزيلا الدنتشر بيس يجب ان extend to the hamilar notch وبالمندبل to the extension مالته ما الدنتشر بيس للريترومولر باد اريا. هاي النقطة الخامسة من يعني شغلات المهمة بالدنتشر بيس راح نشرحها على الصورة. هاي الصورة الثلاثة الأسنان، هذا الفاتح هو يمثل البون، الغامق هو يمثل الدنتشر بيس. الدنتشر بيس إذا كان يعني بينه طول زايد يدخل يجوا للفستيبيول راح يصير عندنا difficult بالسيتنج ويعمل بين. يعني تخيلوا أنت الفلانج إذا كلش طويلة هالشكل من يجي المريض يشلح الطخم ويلبس الطخم راح يصير بينه صعوبه، راح يتشلب بالاندركت ويعمل بين للمريض. واذا كان اكو فراغ ما بين الدنتشر بيس والبون راح يصير بها يعني فراغ بال يعني باللثه ويكون فود ترابينج، يعني يصير مكان هون يتجمع الاكل وهذا غير صحي بالنسبه للمريض. الفلانجز يجب ان تكون بهاي الصوره، تكون ما يصير يعني اكستنشن اوفر اللي جوا حتى لا تعمل بين، وتكون التيمت كونتاكت مع البون حتى لا يصير بيها فود ترابينج. شوفوا هذا انترنالي شورتنج فلانج مينتين ان يوزابل اندر كات فور ذا ريتنشن.
Thank you. فإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أنا حاضر. محاضرة بسيطة وأكو كثير قسم منها يعني كان عادت عليكم يعني كان مرت عليكم معيودة لكن تجمعت هسه بمحاضرة واحدة هي محاضرة الدنتشر بيست. فإذا عندكم أي سؤال استفسار أعتقد هي واضحة وإذا عندكم سؤال أنا حاضر ما عندي مشكلة. أكو سؤال طلاب؟ لا دكتور واضحة المحاضرة. هذا يعني هي محاضرة سهلة يعني بسيطة كل مرت عليكم يعني يمكن صار عندكم تصور هسه على شوية بدأ عندكم يصير عندكم تصور للريموفبل بارشل دنتشر. واعلموا احنا محاضرين إذا التقينا بالعملي هم إن شاء الله إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اقروها المحاضرة وأنا حاضر إن شاء الله. يلا مع السلامة تصبحون على خير.